دوك التلاميذ احنا في الحقيقه باش نكونوا واضحين، احنا بالنسبه لنا نهتم بتلاميذاتنا، نوفر لهم مقاعد دراسيه، مقررات، اساتذه، ولكن من الصعب جدا ان نتحمل مسؤوليه ايوائهم في الظروف ديالهم الخاصه. لكن لما علمنا بالخبر ان هناك مجموعه من التلاميذ يقطنون كيف ما سميتوها انتم بعض الكراجات، ماشي العدد ديالهم اللي كيهضروا عليه تما 60، لا، العدد هو يعني حوالي واحد 28. تفتح نقاش ما بين الجماعات ورؤساء المجالس الاقليمي والسلطات والمدير الاقليمي ديال تارودان، ثم ايجاد صيغ وحل نهائي ان مجموعه من التلاميذ 14 تكلفنا بهم كوزاره التربيه الوطنيه في اطار المنح الغير المستفيد منها حولناها لهم، وكاين عدد اخر غادي يكون هناك اداءات من طرف بعض الجماعات يعني في اطار التكميل، وبالتالي سوف يتم توفير ظروف ايواء بالداخليات لكل هؤلاء الاطفال الذين يلجون هذه الفضاءات.